موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إطلاق عرض خصومات مميزة تصل قيمتها لغاية 20% على مجموعة مختارة من غسالات الملابس ومجففات الملابس الذكية، وذلك عند التسوق والشراء عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني إيستور. تحتفل كارفور التي تملكها وتديرها شركة ماجد الفطيم في الأردن بذكرى مرور 15 عاماً على تأسيسها وتواجدها المستمر في المنطقة منذ عام 2006، وستقوم كارفور بإهداء 150 عاملاً جميع محتويات عربات تسوقهم مجاناً، وذلك بمعدل 15 عاملاً يومياً وخلال الفترة الممتدة حتى 21 من تشرين الأول الجاري، إلى جانب تقديم خصومات كبيرة تصل حتى 40%. ضمن برامجه المستمرة لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة وتأهيل لاعبين قادرين على المنافسة عالمياً في هذا المجال من خلال البطولات المحلية التي تسهم في صقل مهارات اللاعبين، أقام مركز زين للرياضات الإلكترونية الأردن يوم الجمعة البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة ببجي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم البث الأردنيين في مجال الألعاب الإلكترونية. بهدف توفير المطعوم لأكثر من 100,000 فرد مستفيد من تكية أم علي، وانطلاقاً من دور مؤسسات المجتمع المدني التوعوي، وبهدف التصدي لفيروس كورونا وتحفيز جميع فئات المجتمع الأردني لتلقي المطعوم، وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أطلقت تكية أم علي المشروع الوطني التوعوي للتصدي لجائحة كورونا، والذي تم خلاله افتتاح مركز تطعيم تكية أم علي بتمويل من شركة KBW في موقع تكية أم علي في منطقة المحطة، حيث تم إدراج المركز في منصة التسجيل لتطعيم COVID-19 تحت اسم مركز تطعيم تكية أم علي. موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM. أحلى إذاعة يا مزاج.